السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنستعرض مع بعض كتاب الماث لبرايمري 5 أو الصف الخامس لابتدائي الترم الأول، كتاب المعاصر. النهاردة جات لنا النسخة بتاعته. طبعا كل سنة وانتم طيبين، احنا قلنا نفتحه معاكم، الكتاب لسه جديد وده المنهج الجديد. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الكتاب زي ما احنا شايفين قدامنا، وطبعا زي ما انت شايف قدامك primary 5 او الصف الخامس الابتدائي 2023 first term لسه جديد. تعال نفتح الغلاف بتاعه. طبعا الكتاب نسخته نظيفة جدا زي ما احنا شايفين قدامنا. ادي الصفحة الاولى، نفتحه كده. طبعا هنا بيكلمنا عن تطبيق معاك اللي احنا كلنا عارفينه، بتنزله من على الاب ستور وتقدر تحمله. بعد ما بتحمله على طول بتقدر تفتح بيه الشرح بتاع اي درس من الجنب عن طريق الكيو ار كود اللي بيبقى موجود جنب الدرس. بيبقى في ساعات حاجات توضيحية تقدر تشوفها وتفتحها عن طريق التطبيق ده. احنا كمان ان شاء الله هنشرح المنهج الجديد ده من كتاب المعاصر ان شاء الله ومن كتاب الوزارة اول ما يكون متاح معانا. هنا بيوضح لنا الكونتنتس او المحتوى بتاع المنهج. عندنا يونت 1 ويونت 2 ويونت 3 ويونت 4 ويونت 5 ويونت 6. هما 6 يونت زي ما احنا عارفين. طبعا في المناهج بتاعت السنين اللي فاتت برضو كان دايما المنهج بيبقى 6 يونتس، كل يونت منهم بيبقى فيها تقريبا 10 دروس. احنا بنشوف هنا مع بعض المنهج بتاعنا شكله عامل ازاي. الكتاب بصراحة ممتاز، الورق بتاعه كمان نظيف جدا وهو نظيف جدا. عندنا هنا ريفيجن في أول الكتاب على الحاجات اللي أخدناها السنين اللي فاتت، وطبعا دي الريفيجن بتاعت المحتوى بتاع السنين اللي فاتت والكلام اللي احنا أخدناه السنين اللي فاتت كلها. بعد الريفيجن هتلاقي عندك يونت 1 بدأت، وطبعا العنوان بتاعها decimal place value and computation. طبعا ده اسم اليونت. وعندنا theme 1 طبعا المحور الاول number sense and operations. طبعا الكلام ده احنا هناخده بالتفصيل مع بعض وهنشرحه ان شاء الله مع بعض. الكتاب ممتاز صراحة، واجمل حاجة في المعاصر انه منظم جدا وبيديك تدريبات كتير جدا على كل حاجة وعلى كل درس، exercises كتيرة جدا جدا على المحتوى بتاع المنهج. وفي الاخر خالص كمان في glossary او قاموس كده صغير خاص بالمنهج والدروس بتاعه المنهج. الجلوسري ده طبعا فيه الكلمات الخاصه بكل يونت وكل ليسون، وهنا مقسمينها طبقا للالفابت او للحروف الابجديه من اول A، طبعا A B C D كل الحروف. الكلمات اللي هتواجهك في الترم الاول بتبدا بحرف الاي هتلاقيها هنا، بحرف البي هتلاقيها هنا، وهكذا. طبعا ده شكل الجلوسري، وادي اخر حاجه صفحه تكتب فيها النوتس بتاعتك. بيجي مع الكتاب كمان حاجه اسمها الستيب باي ستيب ريفيجن. ستيب باي ستيب ريفيجن دي يعني مراجعه خطوه بخطوه. تبقى معاك الكراسه الجميله دي علشان تعمل بيها ريفيجن على الدروس بتاعتك، وفيها اكسرسايزز كتيره قوي على كل يونت وعلى كل دروس الموجودة في كل يونت، بحيث ان انت لما تيجي قبل امتحان بتاع الترم الاول تعمل ريفيجن على كل الحاجات والدروس اللي انت اخدتها المقررة عليك، وبالتالي تقدر تعمل ريفيجن سريعة، وده هيساعدك كتير ان المعلومة تثبت في دماغك وتبقى مستعد للامتحان. واخر حاجة جاية مع الكتاب وهي حاجة جميلة قوي برضو، هي الجايد انسرز. الجايد انسرز او دليل الاجابات، طبعا ده لو انت عايز تراجع وتتأكد الإجابة بتاعتك صح ولا لأ، هتلاقي هنا إجابات الإكسرسايزز اللي موجودة على كل اليونتس وعلى كل الوحدات، فده هيساعدك إن انت تتأكد إن الإجابة بتاعتك صح ولا غلط بعد ما تحل. ولو انت كنت لا قدر الله حلل بشكل غلط هتعرف وتشوف الإجابة الصحيحة بتتعمل إزاي، فده هيساعدك كتير قوي برضو. وده كان استعراض لكتاب الماثماتكس أو الماث بتاع primary 5 أو الصف الخامس الابتدائي الترم الأول طبقا للمنهج الجديد. أتمنى أن أنت تكون استفدت من فيديو النهاردة. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم أن أنت تشارك الفيديو ده مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.